وجا ثقة ذا دي تولينا وندي نازل في لون صوفي سوان غاري سلنسة مزيغ تزوران في دوس الحلن تينو تي ميا ذي وانا غناو نتسنيق نو تي نذكنا ذي لي وغفوري قد طقثن ذي قمالو دي تلمستن تمورث هو ذي لي ست صفحيث ناغثن زيث بوساقي هما كان ذا غاني ذي لا وغفور ست فجريث أبوسا تفاصيل ذي قسوال انفتح بن شعباني قلان ذي قولان وظفارتو سناني هني ذي قسقامو وسنان نتسنيق نو زخات من الأمطار تكون أحياناً متبوعة بتساقط البرد وتأتينا تحت وقع الرعود وتخص الولايات التالية. الأولى إذن ولاية مستغانم، شلف، تيسي مسيل، تعين دفلة، بليدة، تيبازا، العاصمة المدية وكذلك بومرداس. أما صلاحية هذه النشرة فتبدأ بحول الله على الساعة 3 صباحاً من يوم الأحد وتنتهي في منتصف في نفس اليوم. أما كمية الأمطار التي متوقع تساقطها فنرتقب 30 ملم محلياً أو تتعدى. أما كان ذاغاني دي ناق تورجو أذي لي وضوغ تقثن دي ثمان سواح الذوقفان التمور في ثغزي أبو الساقي. النشرية الثانية مفادها بأن الرياح تكون قوية سوف تهب على الولايات التالية: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، شلف وتيبازا، بحيث تكون سرعة الرياح ما بين 60 و70 كيلومتر في الساعة وتأتينا باتجاه غربي وأحيانا تتعدى هذه السرعة إلى 80 كيلومتر في الساعة. صلاحية هذه النشرة تبدأ من هذا اليوم على منتصف النهار وتنتهي بحول الله في يوم الغد في منتصف النهار إن شاء الله. أما كان دي لا أغفور ذي ثمان نعمة ذي يعني دي هلان ذي ثغزي بوس أغفور أجي دي لان يسازل ثير غوا بومان ونفلان دي إيغا زران مشمال دغا ثير غوا إيغي لان ذي قفردان لدغا ذي ثقرار ثن المنار يوان لكو ذي الصين غار ثما قخمان إيمينو ثن أدن ولي لكو ذي مصطفى دحاوي. المكان لا طريق لا قوارة زينا لا تحاجة المال يكون يكون المياسر هنا هاون الله اعلم قاعد كتلنا حياه كبيره راها هنا والسلام نطلبوا السلطات تعاوننا تعاوننا تعطينا هذه السوالة تدي لنا القدرون تدي لنا الوقارات تصنع لنا الوقارات تصنع لنا التراب هذا كتلنا هذه الامطار باش تكون نعمه ولا نقمه في الـ في الـ في الجهه احنا هذا الحي هذا ما نرى وما نردو ابو خلال بين الرقاره والرقاره فات 200 متر 300 متر ما كانش الحاجه اللي تدي لنا هذا اللي انا ذوك سنتا لنظام تجارة مهلا ثمثوث نتزغوا لو يذقوه موض نتزغوا نغ إموذا نتمريث زل 145 ذي 39 نجزدوين غير سنة 82 نتواه قان تصور تي كوبانيين تي غنوين ذقوه يبغلي في نتفلح إيو سنة نيبونا راقي ويغمضا غير سفاقنان دا أزل هنا 113,052 إيقات طاران نتزغوا نغ نموذا إيقات وانفكان يوزل 3,300 إدي سفيدين ذيسن ذي ثوزي من 31 جزدويا ونشتاي لدى غفي سوي وسقدش أنسان ذي تفلح لدى غاضو قوزوني سخلان الفكيا ذي مغان إيام يرذن دن ولي ذوك صوتك ما ذوك سنتا لنيران ذوك يزدوان تيزي وزوغ انداي مزداغ انتدارث تنزوث ذي صومع تسوحر من ذيك ذوك سفاري ياكو ايش ذن انتدارث ذمن اميا اورسعين راولا ذمن التيسي ثورثني دا الصحن راه اشحال نيسو قوسني قدن ولي ثورق نصفيه بارودان لكو ضردي قلبوتي إيو غير من عشرة نسكو سنة ذي راني مزداغا ذاقين بلازر فنسلنا نوسي وضب ومان تدار ثنثنزو ثاذي سواما عاقو كزدون تيزي وزو ذا المرثى مقريثي تيذي راني ميت وحرمان سوامان تيسيث خضراء يقين شكشا كذا قفا ونقيا في فيتا شيء ما تشي سوى من نربي نيا من شناس شطر الشاش تناس وما اللي فير سوى من نيجني ما ندعين وما نيجني هذا في تمن ستدنكش ما وياش ما نيجني ونشارت شوية سردنا وما من قاشف الكيفة يبا من أنشوي فهنا كان صغير بفر أدنين ونسأل فاديكسن وياش أكاد ولا ونسأل فاديكسن اتجين في الله دمان وياش أكا أفرت وياش ستار ندن تشاوي دفكتوات أتتشيان أمان وياش هني فيه تغم هذا محمد سعيد ديوني مجريو على الدغارة الدرتي سيفنا خاما مقريث السلاعيون مشار السقيمان نبلامان أرمي يغزل فيور ذي قوحيالي سيونا ذي غفامان تيسيث
الدكاتره وانت ماشي الدكاتره وين تيوتن ذنك كره نخدم اثن ننا ودي غاشي تصور وما نقي الوسيف تغيضي الحال اوتوك جو سوي الجيريان اوتوك جو سوي الجيريان ساخر نلقى نلقى ويتنسون واتمثل نسون سيكد وقليات ونقرحان شهر 15 يوم عشان كل سن اقدر نافري زمان اسكي دوادن لاتاد لقهوة يانوان لاثنا دكسيتير انا سبكن تنزوث تدار تستن غشين تفلاح ثم مقريث يوذي يروجان النظام مشى ظهوران مقريث اسم قراني مزداغ يتنادين غف ثفراثة اكند سحيون ثدار تنسن ماذا قلنا لنا تذم ساعة المند بونشتاقي عسناكين جنجن ذي ثماء النجيج ليرنا يزد وفوذ لقديش صغور تخباني ثاجن طاث ناغ ثاكرة غلان تنتمور ثنطليان لكوذ تمور ثن غسويسي قدشان ذا قماضة لادغا ذا قسيواضة قلل ذي قزري أمينوث يرجل لكوذ ذي سناكين نتمور ثن اسبانيول مع ذا فالونس ناغ آلي كونت ذاين عريف كان ثاغونيت إيو سيواض النس العاغ سيغا رافويان غار ثما يقيا ثيس سنث قلال أجركل أيمن عبد الرحيم. كومباني ماريتيم ثانية في العالم اللي تصل لميناء جنجن وبها إن شاء الله يكون هو عملية تجارية تاع مد وجزر تصدير واستيراد للبضائع وستعطي لمحالة ديناميكية أخرى. اليوم رانا في أول رحلة لهذه الباخرة نتاع شركة الملاحة العالمية الثانية اللي إن شاء الله فيها تقريبا 300 أكثر من 300 حاوية في أول رحلة نتاعها وستكون إن شاء الله رحلات إن شاء الله منتظمة لميناء جنجن ولتسهيل العملية على المتعاملين الاقتصاديين. سلام عليكم نسمي قاس لهنا تمارث أرثو.